الدكتور معنا لطفي البنزرتي. مساء الخير كابتن لطفي. مساء الخير. مساء الخير كابتن لطفي. بداية نحن نعزيك وأيضا نقول لك أحسن الله عزاك بوفاة أيضا أحد أبنائك اللي قمت أيضا بتدريبهم. كابتن لطفي تخبرنا عن سماعك للخبر المؤسف بالنسبة لفقيد الرياضة الإماراتية ذياب عوانة، وكيف وصلك الخبر، وأيضا ما هو الشعور اللي أيضا حسيت به كابتن لطفي وأنت في قطر؟ والله العظيم انا معناتها عملت المستحيل على اساس نخلط اليوم نجي، لكن الامور اداريه، لانه الغياب في ولدي الله يرحمه وينعمه. يعني في البارح في الليل كلمني الدكتور احمد العوضي وقال لي راهو غياب توفى، يعني بالله كانت في ساق عاليه، معناتها كان واحد يعني ما تعرف 3 سنوات وانت معناتها معاه كل يوم في المباريات، معناتها يعني صعبه، كان صعب علينا كثير. يعني من بالنسبه لي انا غياب يعني كانه هو يعني كانه ولدت، يعني ما تنجمش تقول معناتها ونحبه كثير، يعني فهمت قصدي؟ نعم. يعني من اخلاقه مش توا لانه توفى الله يرحمه، ثم واحد يقول لك كي واحد يتوفى نبداو نجدوا في المحاسن نتاعو. صحيح. لا. نعم. لا مش مو صحيح، لان ذياب حتى كان تشوف السيره نتاعو ذياب قد ما معناتها كنت في بعض الاحيان معناتها يعني قاسي عليه شويه، يعني فهمت معناتها وقت اللي احد يرجع روحه ما كنت قاسي عليه بشيء واحد كونه ما يتغرش. صحيح. لأنه كان لاعب يعني من قبل أسبوع برك كنت نحكي فيه هنا في قطر، قلت على زياد، قلت لهم زياد من أحسن اللعيبة اللي درستهم، وزياد قلت لهم حيصير نجم في الإمارات ونجم الكرة العربية. سبحان الله. يعني سبحان الله قبل أسبوع برك. سبحان الله. هنا في النادي أحكيه على معناتها على الهدف اللي جابه في قلت له صغير ويحب ضد لبنان، معناتها كنت معناتها قلت لهم معناتها تشوف لاعب كيما زياد الله يرحمه وينعمه معناتها ما ولا خذ كارت حمراء ما يلعب معايا. نعم. يعني معناتها يوريك معناتها وزياد دائما معرض للضرب. نعم. شوفوا لاعبين اللي بعد ساعات واحد يضربه هو يرد الفعل، قد مسكين ماكليه ضرب، قد ما ياكل ضرب، لانه مهاراته معناتها وقوته يعني ما شاء الله عليه، يعني انت الله يرحمه وينعمه. الله يرحمه. معناتها ولا مره خذ حمراء، يعني شوفوا في سيرته الرياضيه ولا حمراء، ولا مره ناقش مع الحكم. وتشوفوه يعني ولا مره معناتها باع ضرب، جاته كثير اصابات ولا مره رد فعل، يعني من ودوما اشياء من خصائص معناتها تشوف من اخلاق نتاعو. نعم. هو فواز نفس الشيء، يعني عائله يعني الله يرحمه وينعمه، معناتها ما تنجمش تقول يعني طبيعي يعني موته معناتها اليوم معناتها. لا بالعكس. عملت مستحيل على اساس نحضر الجنازه، لكن فما امور اداريه فيزا وما فيزا ومن عندنا. نعم. يعني من الحمد لله رب العالمين. يعني احنا حاولنا ايضا يعني حبينا ايضا ندخل لطفي البنزرتي معنا من خلال هذه الامسيه، ايضا معي الدكتور احمد العوضي ايضا اللي عاشرت معك على الخط. الدكتور احمد العوضي اذا حبيت ايضا توجه لاي كلمه، وايضا معي اسماعيل راشد في الاستديو كابتن لطفي. والله ما اتكلم. الو مرحبا كابتن، السلام عليك. السلام عليكم. يعطيك العافية. الله يبارك فيك كابتن. الله يسلمك. مشكور على الكلمات، مشكور على الكلمات هذه اللي وجهتها لي، مغفور له بإذن الله. ولدنا ذياب عوانة. ولدنا يعني ما نعم. الله يرحمه ونعم كل واحد. الله يرحمه. كابتن لطفي احنا طبعا نشكرك، وحبينا أيضا ناخذ أيضا المزيد عن المعامله اللي كانت معك انت مع ايضا مع المغفول باذن الله تعالى ذياب عوانه، ولكن يمكن ضيق الوقت معك هناك في قطر. نحن نشكرك على هذه المداخله، ومره ثانيه نقول لك ايضا احسن الله عزاك، ويعني فقيد الرياضه الاماراتيه بالنسبه لذياب عوانه. شكرا لك يا لطفي. شكرا. مشكور يا كابتن. اذا نرجع للكابتن اسماعيل راشد. اسماعيل راشد يعني العلاقة اللي كانت تربطكم بينك وبين ذياب عوانة في الفترة السابقة في المنتخب، يعني يمكن سلوكياته كل اللعيبة اللي كانوا موجودين في المنتخب كانوا يشيدون بسلوكيات ذياب عوانة. أتصور يمكن سلوكياته اليوم يمكن في حالة وفاة اللاعب ذياب، شفنا الناس اللي كانوا في المعشرة، شفنا حب الناس لهذا اللاعب، سلوكيات اليوم تكلمت عنه. يمكن اذا دائما احنا نتكلم يعني كجهاز اداري، مثلا كنا في المنتخب اسماعيل وفهد علي، يعني كنا دائما نشوف اللاعب هذا اللعيبه دائما موجودين عنده في الغرفه، والضحك
دائما مالي يعني الضحكه مالي ويهه يعني دائما روح الدعابه موجوده عند ذياب الله يرحمه. يعني قصه العطور اللي كانت في يعني دائما تعرف هاي قصه العطور يعني مندش عليهم في الليل ساعات يعني احيانا او نشيك عليهم دائما ذياب يقوم ويعطرني انا وفهد يقول خلاص يا ول كباتن يا ول هذا يقول لك يا ذيب زين فيعني يعني مثل ما قلت لك انه دائما ياخذ يعني الروح المرحه هي هذه اللي كانت تميزه. ايضا اللاعب سلوكيا من ناحيه السلوكيه ولد محترم جدا. احب اضيف حاجه ان الولد يعني حتى في صلاته ما كان يفوت اي فرض يعني هذا يمكن كان عندنا احنا في المنتخب محمد احمد هو اللي يصلي باللعيبه نعم اذا يكون محمد احمد متاخر ولا حاجه هو اللي يجد مع ويصلي بهم يعني الواحد ما يقدر يتكلم عنه باي حاجه مش زينه امانه كان الولد ولد محترم يعني الله يرحمك يا ذياب عواني. إذن أعزائي المشاهدين نحمد نعم نتواصل معكم أعزائي المشاهدين أيضا معنا شاعرنا الإماراتي علي الخوار. مساء الخير أخوي علي وحسن الله عزاك وأيضا يعني على فقيد الرياضة الإماراتية لاعب منتخبنا الوطني ونادي بني ياس ذياب عواني. والله حسن الله عزانا كلنا يا أخوي نعم. حسن الله عز هلا والله يصبرهم ويصبرنا على فقده يعني. نعم شاعرنا يمكن تعجز الكلمات عن الحديث أو البوح بما بداخلها عن فقدان أحد الأعزاء من خلال يعني إن كان في حادث إن كان يعني قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى ولكن أيضا للشعراء يمكن كلمات وحس وأيضا حس مرهف في مثل هذه اللحظات إن كانت أيضا يعني لحظات حزن ولكن يعني اللحظات هذه يعني دائما تمر على الإنسان وهذه سنة الحياة شاعرنا علي الخوار. أكيد أكيد يا أخوي طبعا اللي يصير مثل ما يقولون اللي يصير قبلك يغمرك. صحيح. وبالنسبة لذياب الله يرحمه هذا ذياب ولدنا كلنا يعني مش بس ولد هلا يعني ما دام هو يمثلنا نحن كشعب الإمارات من خلال المنتخب أو من خلال أي رياضة أو أي نشاط فهو ولدنا كلنا هذا ولد الإمارات ويكفي أن زرع الابتسامة على وجوه وجوهنا وجوه الجماهير الإماراتية يكفي أن لما يسجل هدف نصفق له ونفرح له يعني إن كان أكيد. ذياب عوانة أو غير ذياب عوانة ولكن الحمد لله رب العالمين يمكن كلماتك علي الخوار ما أدري شو كتب علي الخوار في هذه اللحظات والله الغالي أنا مثل ما قلت لك الأول شيء الكلمات تعجز أن تعبر عن مدى الحزن الموجود في قلوبنا كلنا نحن كأهل الإمارات في فقدان العزيز والغالي ذياب عوان طبعا لكن أنا يمكن أبيات بسيطة أقول كل ما نسكر باب حزن انفتح باب كل ما نسكر باب حزن انفتح باب والهم فيها القلب مطلق عنانه واللي يفرح له الدنيا تفارق أحباب كأنه يفارق قطعة من كيانه وكل ما نسكر انفتح باب والهم فيها القلب مطلق عنانه واللي يفرح دنيته فارق أحباب كأنه يفارق قطعة من كيانه واليوم فارقنا واليوم فارقنا من المنتخب شاب شايل اسم دولة خليفة أمانة راح وفتح للحزن والدمعة أبواب راح وبقى غالي وخالي مكانه يرحمك رب الكون يا الغالي ذياب والله يجعل منزلك في جنانه ويكون قبرك روضة وجنة طياب ويصبر أهلك يا ولدنا عوانه والله يرحمه ويغفر له إن شاء الله آمين الله يرحمه ويغفر له شكرا لك يا شاعرنا علي الخوار على هذه المشاركة وعلى هذا الرثاء في فقيد الرياضة الإماراتية ذياب عواني شيء بسيط وعندي أيضا زميلي الشاعر حسان العبيد نعم خلنا نسمع أيضا العبيد لحسان أيضا مساء الخير أخوي حسان دقيقة طال عمرك تفضل شاعرنا حسان العبيد مساء الخير مساكم الله بالخير وحسن الله وحسن الله عزاكم وعزانا وعزا شعب الإمارات وكل أهله
وكل المحبين له، ونقول الحمد لله على كل شيء. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى. الحمد لله رب العالمين. أخوي حسان العبيدلي، أيضا مثل ما تحدثنا مع علي الخوار شاعرنا الإماراتي، وأيضا أنت من الشعراء المتميزين على الساحة الإماراتية، يمكن أيضا في هذه اللحظات وفي هذه الأيام اللي فقط